تنبغي نشكر الاخوان الاعلاميين السي عبد الصناد والسي مرزاق على المواكبه ديالهم لهذه التظاهره اللي هي تظاهره تقليديه بامتياز اللي هي تعتبر حفل تقليدي الزرده هذه لغه عند الرمى. شحال النسخه ديالها شحال تجمع؟ هذه النسخه 16. اييه احنا جرت العاده كل افتتاح الموسم ديال القنص تنديروا نقوموا بهذه العمليه. المناسبه كما قلت الحدث فهو الزرده. المناسبه هو عيد شباب المجيد، عيد ميلاد صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. استغلينا هذه المناسبتين باش نديروا الحفل الرماء لان افتتاح الموسم بقى على بعد 15 يوم، غادي يكون افتتاح الموسم ان شاء الله ديال 2017 2018. هاد الزردات اللي تدار على شرف الرومات ديال غالبا تيجوا من كل المدن، وكذلك على شرف المدعوين اللي هما تيكونوا حاضرين معنا في تكون فيها طقوس، تكون فيها تقاليد، تكون فيها كما بلغه الرماء، تكون فيها الفاتحه، تتكون فيها التلاقي ديال الرماة مع بعضياتهم، لان هذه مناسبه فين تتلاقاو مع بعضياتهم يعني. وكل الرماة يكونوا فرحانين على امتى غتكون هاد الحفل، وحنا عدينا لها العده. الحمد لله وفرنا كل المتطلبات اللي غادت في حدود الامكانيات. تنبغي من هذا المنبر هذا تنبغي نشكر عميل عماله المحمديه اللي دعمنا بمجهودات ديالو ولو دعم معنوي، كذلك المجلس البلدي اللي قدم لنا دعم لوجستيكي، كذلك كاين ناس متعاطفين مع النادي البلدي فرع القنص، ناس متعاطفين اللي هما دعموه ماديا، يعني ما خلاوش الجمالي بوحده، ولكن كل شيء كاين فاعلين اقتصاديين، كاين فاعلين جمعويين، كاين رومات، كاين كل شيء ساهم في باش دار هاد الزده، باش ما خلاوش الجمالي بوحده راه هز الحمل. من هذا المنبر تنبغي نشكرهم بزاف، وراه باقي التضامن وباقي التكافل وباقي فيما يخص هذا الشيء ديال التراميت. بالنسبه للرومات واش كاين هنا كاين شي ابطال هنا غادي يكونوا؟ دابا هو كاين اصناف، كاين لي بات دو تير، كاين ديال لي تيرور، وكاين البات ديال لي شاسور. لي تيرور هما دوك اللي تيتيريو الرمايه، وكاين لي شاسور هما الصياده اللي تيصيدوا، هذو هما الاصناف. وكاين كبار، كاين شبان، كاين اناث، كاين اللي غيكونوا حاضرين ان شاء الله في المشاركه. انا مراد انا مراد محمد هاكاك محمد دور عندنا محمد كنشكر شوف
وأجدى الأصالة على النفسي والجابة المفد عن الجميع رؤساء جميع تقنص والرمات إلى حضرة صاحب الجلالة إلى حضرة صاحب الجلالة والمهارة الرياضي الأول محمد الشيخ نصره الله وإياه بأصل العبارات والإخلاص والطاعة وأصدق التهاني بهذه المناسبة الغالية راجيا من العلي القدير أن يقيم عبور سيدنا المنصور بالله وأن يحفظ في ولي أبي صاحب السمو المؤتكي الأمير الجليل المولى الحسن وفي شيخ السعيد الأمير المولى رشيد وكافة الأسرة الملك العلوية الشريفة إنه سميع هم مجيب خادم كل مطيع محمد الجمال.